شباب الله يرضى عليكم، عبوا البطاقات بين ما اكتب الدفتر واجي انا. يا لطيف على الزحمة اليوم. ما شفت شيء لسه بمقارنة بقية الايام، فيك تقول انه ما في حدا. معقول؟ شكل العم ما عم يشوف اخبار؟ شكله ما عم يحضر غير فقرة الاعلام المغرد. والله يا عمو لا المغرد ولا اهلي بلا غرار. انا الصبح انا عم بشطف الدياش بفتح المسجلة على فيروز، بالشغل بالمحل بفتح على ام كلثوم، عشية انا عم يا ساتر سينا هبتو. الو يا عبدو، انا عمك نجيب، سكرت الغلاء مو هيك حبيبي؟ شو هالحكي؟ شو عم تعمل لهلا لك يا ابني برات الحارة؟ ايه الله يرضى عليك، قبل ما تروح على البيت ها وخبرني مشان ما ضل الآن، اوعى تنسى. يلا الله معك. طول عمره بهالوقت بيكون بالبيت عم يتغدى، اليوم على حظي دبر حاله بسندويش. ايه بس طالما وعدك ما بظن انه ينسى.